ما زال فيروس كورونا يعصف بالاقتصاد التركي المتدهور بعدما فشل أردوغان وحكومته في وقف النزيف الاقتصادي الذي سيطر على البلاد منذ عام 2018. القطاع الصناعي التركي ترجم الحالة السلبية للأوضاع ليسجل تدهوراً خلال مايو الماضي بعد تراجع حجم الإنتاج والتراجع المستمر لقيمة الليرة أمام الدولار، والتي تسببت في ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات. التدهور الذي حققه القطاع الصناعي التركي جاء في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات التركية انخفاضاً بنسبة بلغت أكثر من 41%، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات، قابله تراجعاً حاداً في القوة الشرائية، ليعكس مدى تأثر تركيا بتفشي فيروس كورونا الذي أظهر الاقتصاد التركي على حقيقته. والوضع غير المتزن للاقتصاد التركي دفع تركيا لاحتلال المرتبة الخامسة عالمياً من حيث معدلات البطالة بين الشباب، لتواصل معدلات البطالة ارتفاعها المستمر خلال السنوات الستة الأخيرة. الأزمة التي تعاني منها تركيا، خاصة أزمة تراجع قيمة الليرة، دفع أردوغان والبنك المركزي التركي للبحث عن منقذ، ورغم موافقة قطر ودعمها بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن أصول الاحتياطي الرسمي ما زالت في تراجع، لتسجل تراجعاً بنسبة 6.3% خلال شهر أبريل الماضي.